من قارة إلى قارة، نضال المرأة قديما وحديثا. في الصومال نساء تحت حصار المجاعة والختان والاغتصاب والرجم. في الصومال تجبر أكثر من 5 ملايين فتاة سنوياً للخضوع للختان، فيما تتعرض الآلاف من النساء للاغتصاب. يضاف إليها تزويج الفتيات القاصرات قسراً، وبحسب المعطيات والإحصائيات فإن حوالي 3.7 مليون شخص من سكان الصومال يعانون من المجاعة ومعظمهم من النساء. الحرب الأهلية في الصومال تستهدف بشكل رئيسي جسد المرأة، فيما تتعرض النساء اللواتي تحاولن الفرار عبر الحدود للاغتصاب على يد الجنود. الختان في الصومال والعالم. من أكبر القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة في الصومال هي الختان، حيث تتعرض سنوياً 5,035,260 فتاة للختان قسراً، فيما تفقد المئات من الفتيات حياتهن أثناء الختان. أما من نجون من الختان فإنهن معرضات للموت أثناء الولادة، فالحمل والولادة تعتبران من أكبر المشاكل بالنسبة للنساء في الصومال، وتعاني العديد من النساء من أمراض مختلفة جراء الختان. وتنتشر ظاهرة الختان في الصومال بشكل خاص في المناطق الريفية النائية كأحدى التقاليد المتوارثة، ورغم أن 99% من سكان الصومال من المسلمين، إلا أنهم لا يزالون يلتزمون بعادة الختان التي لا تمت بصلة إلى الإسلام. وتنتشر ظاهرة الختان بين الشعوب المسيحية والمسلمة واليهودية. الأولوية للمجاعة والاغتصاب. وإضافة إلى الأمراض المعدية، فإن البلاد تعاني من المجاعة، حيث يعيش حوالي 51% من سكان الصومال بالاعتماد على المساعدات الخارجية، ووصلت المجاعة إلى حد الموت. في عام 2014 تعرضت آلاف النساء والفتيات القاصرات للاغتصاب على يد جنود 22 دولة من دول الاتحاد الأفريقي، حيث يتم إرضاء اللواتي تعرضن للاغتصاب بمنحهن المال والطعام. وبحسب السجلات الرسمية فإن 300 جندي أقدموا على اغتصاب النساء في الصومال، فالنساء اللواتي تسعين إلى خلاصهن والتوجه إلى دول أخرى تتعرضن على حدود دولة كينيا للاغتصاب من قبل قطاع الطرق واللصوص. كما تعرضت أكثر من 300,000 امرأة للاغتصاب في مخيمات النازحين في الصومال من قبل الجنود والقائمين على المخيمات في الفترة بين عامي 1991 و92. قصة وارث، قصة جميع نساء الصومال. وارث امرأة صومالية ولدت في صحراء الصومال عام 1965. قضت عائلة وارث حياة بدوية متنقلة في الصحراء. قصة وارث تروي لنا حكاية معاناة وآلام النساء في أفريقيا والشرق الأوسط، وكما في معظم الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط حيث تتعرض النساء للختان. فإن وارث تعرضت للختان وهي في سن 5، في ذلك العمر حيث لا تعرف أي سبب أو تفسير للختان، فإنها أجبرت على معاناة كل ذلك الألم، حتى بعد أن أصبحت فتاة يانعة كانت تظن أن عضوها التناسلي يشبه عضو جميع النساء في العالم، لم تكن قد تعرفت حتى على جسدها. عندما بلغت وارث 13 عاماً، أراد والدها تزويجها لرجل يبلغ من العمر 60 عاماً مقابل المال، لكن وارث رفضت ذلك وفرت من المنزل. أرسلتها جدتها إلى لندن للعمل في السفارة الصومالية وأوصتها بألا تنسى أبداً المكان الذي جاءت منه. وعلى مدى 4 أعوام متواصلة عملت وارث في أعمال التنظيف والخدمة في السفارة الصومالية في لندن، ومن خلال متابعة التلفاز أتقنت اللغة الإنجليزية، كما تعلمت القراءة والكتابة بنفسها. يجب عليها أن تشرح الموضوع لكل الفتيات اللواتي تعرضن للختان. في عام 1997 عندما وصلت إلى القمة في عملها كعارضة أزياء، تحدثت وارث عن قصتها وأصبحت أول شخصية مشهورة تتحدث عن ختان الفتيات. تقضي وارث حالياً حياتها في النضال من أجل حقوق المرأة وبشكل خاص من أجل القضاء على عادة الختان الرجعية،